وطبعا كاميرا الابطال ما سابتش الفرصه دي، ورحنا سجلنا تقرير مع الكابتن طبعا احمد الجرحي المدرب العام، وابراهيم الجمال من احد اكبر اللاعبين في الفريق. نشوف قال ايه ويرجع لحضراتكم تاني. كوتش ماريو كوتش كبير مش بعيد يعني عن الانديه في الشرق الاوسط تقريبا، يعني هو عارف معلوماته كبيره جدا عن النادي الاهلي، وعارف ان هو جاي نادي كبير جدا، هو نفسه مبسوط جدا بوجوده في النادي هنا. اللعيبه يعني بشكل كبير يعني فهمت فلسفته، هو بيحب ايه مش بيحب ايه، هو بيحاول دلوقتي ان هو يوصل لهم الطريقه اللي هو هيلعب بيها. طبعا المدة مش كافية طبعا ان هو شغله يبان قوي يعني، بس اكيد هو بيشتغل يوميا صبح وبالليل، والعكس في اجزاء كتيرة جدا من السيستم اللي احنا بتاع الفرقة هو شايف ان هو كويس يمكن كمل عليه، فان شاء الله الفترة الجاية يبقى في نتائج كويسة ان شاء الله بإذن الله. هو دايما شايف ان اللعيبة لازم تبقى حاسة اكتر، هي التيشيرت اللي لابسها دي تيشيرت النادي الاهلي، هو عارف قيمة النادي الاهلي، ودي اكتر حاجة بصراحة محببانا احنا جوه النادي في الراجل، ان هو يعني فعلا مقدر قيمة النادي الاهلي، وان النادي الاهلي ده نادي كبير. وهو نفسه اول تعليق جه اما شاف امكانيات النادي وشاف سيستم النادي وشاف الطريقة اللي النادي بيتعامل بيها مع اللعيبة والمدربين، فيعني هو نفسه قال لفظ بصراحة قوي جدا ان هو ان ده اكبر نادي اشتغلت فيه، بالرغم ان الراجل ده اشتغل مع منتخب انجولا واول اغسطس، ودول تقريبا كانوا متسيدين الباسكت في افريقيا سنين كتير قوي، اشتغل مع منتخب تونس وده منتخب كبير قوي في افريقيا، اشتغل في الاردن ووصل بيهم كاس عالم، لكن قال ده انا اكبر مكان اشتغلت فيه عنده امكانيات هو النادي الاهلي، المفروض يبقى التارجت بتاعنا قدام ان شاء الله ان احنا نبقى باصين على طول ان احنا نبقى ابطال افريقيا، مش ان احنا نفكر ان احنا نفوز محليا. الكوتش محتاج يشوف كل الناشئين بحيث ان هو يبقى مقرر يعني مستوياتهم ايه، وهيبقى في احتياج للمرحله الجايه لمين ومين مش هيبقى في احتياج ليه. بالنسبه لمودي يعني هو يعني ربنا يشفيه ان شاء الله، يعني جاله كورونا يعني من يومين ثلاثه بالظبط، وبس حالته الحمد لله كويسه. اللي احنا فاضل لنا قبل نهائي الدوري اللي هو السيريس في البلاي اوفز مع الاتحاد السكندري، فريق كبير طبعا محترم وعنده جهاز فني على اعلى مستوى. هنستعد احنا في فتره الاعداد اللي احنا فيها القصيره دي مع الكوتش، بنتمرن صبح وبالليل، هنعمل تقريبا مباراتين وديتين مع نادي الجزيره، لان طبعا ما فيش غير اهلي جزيره زمالك اتحاد اللي موجودين في الدوري خلاص، بقيه الانديه خلصت، فالزمالك في بطوله افريقيا الاتحاد السكندري هو اللي هنلعبه، فصعب ان احنا نلعب ماتشات وديه مع بعض، فما فيش حد غير الجزيره، واحنا يعني اتواصلنا مع كابتن محمد الكرداني ان احنا محتاجين نلعب ماتشين، وهو في نفس الوقت كان هو يعني كان يعني واحنا بنكلمه كان هو قال انا لسه كنت هكلمكم، ففي ماتشين مع الجزيره هم دول هيبقوا الاستعداد لمباراه الاتحاد ان شاء الله. اول ما مستر ماريو جه اخر اسبوع في رمضان كنت مرن فتره واحده اللي هي بعد الفطار، كان بدات مرن بحمل عالي شويه لانه جاي مدرسه جديده علينا، ولحد بعد العيد اخذنا يومين اجازه بعد في العيد، وبدانا اتمرن فترتين بعد لان التمرين في الصيام صعب، فبدانا بعد العيد اتمرنا فترتين وادينا شغالين يعني اول اسبوع وفترتين، وان شاء الله خير الفتره الجايه. طبعا دي مدرسه اوروبيه مختلفه عن المدرسه المصريه، ليه تاريخ كبير في القاره الافريقيه، هو طبعا بادئ معانا بموضوع نفسي ان هو بيتكلم كتير معانا مع كل لعيب فردي وبيتكلم جماعي مع الفرقه كلها، وطبعا زي ما قلت لك ان هو مدرسه جديده علينا، فبدا واحده واحده يدينا السيستم والشغل اللي هو عايز يديه لنا، والحمد لله الفرقه بدات تمشي معاه في السيستم يعني اللي هو شغال بيه. هو احنا ان شاء الله هنخلص الاسبوع ده، يبقى كده بقى لنا اسبوعين نتمرن ان شاء الله، من بدايه الاسبوع اللي جاي هنبقى عندنا ماتشات وديه، يمكن يوم السبت عندنا ماتش ودي مع الجزيره ان شاء الله نقدر نظهر بيه
الشكل المطلوب، ان هو يعني بالتمرين اللي اتمرناه معاه ان هو نقدر ننفذ الشغل اللي اتمرنا عليه الفتره اللي فاتت. وان شاء الله الاصابات اللي مش موجوده معانا الاسبوع ده تبقى موجوده معانا من الاسبوع اللي جاي، وان شاء الله نبقى مستعدين كويس لسيمي فاينال دوري السوبر، وان شاء الله ربنا يكرم. ان شاء الله احنا بنقاتل لاخر لاخر ثانيه في المباراه، عندنا سلسله مباريات مع نادي الاتحاد في سيمي فاينال الدوري، ان شاء الله باذن الله هنقاتل فيها، وان شاء الله باذن الله نعديها، وان شاء الله ننافس ونكون بطل دوري ان شاء الله باذن الله السنه دي.